مرض سيفر المعروف باعتلال العظم والغضروف في العقب. يوجد في عظام الأطفال والمراهقين منطقة خاصة ينمو فيها العظم تقع بالقرب من نهاية العظام تسمى صفيحة النمو. صفيحة النمو في العقب الواقعة على الجانب الخلفي هي مكان ارتكاز وترأشيل، وهو حبل قوي يربط عضلات الربلة بالجزء الخلفي من الساق بعظم العقب. يعد مرض سيفر المعروف أيضا باسم اعتلال العظم والغضروف في العقب إصابة وليس مرض، تنتج عن الإجهاد المتكرر على صفيحة النمو في الموقع الذي يشد فيه وترأشيل الجزء الخلفي من العقب، وتصبح الصفيحة ملتهبة ومؤلمة. مرض سيفر شائع للغاية، وهو السبب الأكثر شيوعاً لألم العقب عند الأطفال في مرحلة النمو، وخاصة أولئك الذين يمارسون الرياضة بانتظام. يصيب الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و 14 عاماً، ويستمر لمدة 3 إلى 4 سنوات تقريباً. يصاب الأولاد أكثر من الفتيات، الإصابة ثنائية الجانب فيما يصل إلى ثلثي الحالات. العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى هذه الإصابة هي المشاركة في الرياضات والأنشطة التي تتضمن الجري أو القفز، الرد غير الطبيعي على العقب المتمثل بردود المجهرية المتكررة على المنطقة، والشد المفرط الذي يطبق على المنطقة بواسطة سوتر أشيل. قد تزيد الحالات التالية من احتمال إصابة الطفل بمرض سيفر: ارتداء الأحذية المسطحة التي تفتقر إلى توسيد العقب ودعمه كالشبشب على سبيل المثال، أو الأحذية الرياضية مع بروزات ونتوءات في النعل خاصة أحذية كرة القدم والتي تركز قوى الضغط على العقب، القدم المسطحة أو القدم الكهفاء، انكماش وترأشيل عندما تكون أحد الساقين أقصر من الأخرى، وزيادة الوزن والسمنة. الأعراض بالنسبة للأطفال المصابين بمرض سيفر، فإن أكثر الأعراض شيوعاً هو الألم في مؤخرة العقب. يمكن للألم أن يجعل الطفل يمشي على أصابع قدميه أو يعرج. في بعض الحالات تظهر الأعراض على كلا الجانبين، على الرغم من أن أحد الجانبين قد يكون أسوأ من الآخر. يزداد الألم سوءاً أثناء ممارسة الرياضة والأنشطة التي تضغط على صفيحة النمو في العقب، ويتحسن مع الراحة. التشخيص: سيأخذ الطبيب قصة سريرية كاملة ويسأل عن الأعراض التي يعاني منها الطفل. القصة الوصفية هي ألم العقب المزمن المرتبط بالنشاط والذي يبدأ بشكل تدريجي. يتم تشخيص مرض سيفر سريرياً. سيضغط الطبيب برفق على العقب والقدم لتحديد مناطق الألم. يكشف الفحص السريري الألم أثناء الضغط المباشر على العقب. يشير الألم الناتج عن اختبار ضغط العقب إلى مرض سيفر. يقوم الطبيب بضغط العقب على الجانب الداخلي والخارجي والمريض مستلق على بطنه. الصور الشعاعية غير مطلوبة للتشخيص، ولكن يجب إجراؤها لاستبعاد المشاكل الأخرى إذا كانت القصة المرضية غير وصفية، على سبيل المثال عدم قدرة على تحميل الوزن أو البدء الحاد للأعراض ووجود أعراض بنيوية مرافقة، أو إذا فشل المريض في التحسن مع العلاج العادي في غضون 4 إلى 8 أسابيع. تبدو الأشعة السينية لمرض سيفر مماثلة للأشعة عند الأطفال الطبيعيين الذين لا يعانون من أعراض. يعتبر تصوير بالرنين المغناطيسي مناسباً للمرضى مع صور شعاعية طبيعية ولديهم أعراض شديدة، أو الذين لا يستجيبون للعلاج بعد 4 إلى 8 أسابيع. العلاج: أفضل علاج لمرض سيفر هو الراحة. عادة ما يوجه الطبيب الطفل لتفادي الأنشطة والرياضات حتى يزول التورم ويزول الألم، مع عودة تدريجية بمجرد تراجع الأعراض. وضع الثلج على المنطقة لمدة 20 دقيقة عدة مرات في اليوم لمدة 4 إلى 5 أيام. لا تضع الثلج مباشرة على الجلد. مضادات التهاب غير استيرويدية NSAIDs يمكن أن تخفف الألم والتورم. من المهم التأكد من أن أحذية الطفل مناسبة وتوفر توسيداً ودعماً مناسبين لتقليل مخاطر تفاقم الحالة. يمكن أن تساعد وسائد العقب على امتصاص الصدمات وتخفيف الضغط الواقع على العقب والكاحل. عادة ما يحول الطفل إلى العلاج الطبيعي أيضاً في هذا الوقت للمساعدة على تحسين مرونة ربلة الساق وقوتها. سيقوم المعالج بإعداد برنامج للتمارين الإطالة للمساعدة في تحسين الأعراض. في الحالات التي يكون فيها الألم شديداً ويعيق المشي، قد يلزم استخدام حذاء خاص للمشي لتقييد حركة القدم أثناء فترة التعافي. وفي الحالات الأشد، قد يحتاج الطفل إلى جبيرة لمدة 3 إلى 4 أسابيع حتى يضطر إلى إراحة قدمه.
لا يوجد أي دور للجراحة في علاج مرض سيفر. تختفي الأعراض عادة بعد بضعة أشهر. بالنسبة للطفل الذي لا تتحسن أعراضه في غضون 4 إلى 8 أسابيع، يتعين علينا استبعاد الأسباب الأخرى لألم العقب. الخبر الجيد هو أن هذه الحالة لا تسبب أي مشاكل طويلة الأمد في القدم. بدون علاج يمكن أن يستمر مرض سيفر حتى يكتمل نمو الطفل. بمجرد انغلاق صفيحة النمو تشفى الحالة من تلقاء نفسها.